السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم. افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني حرم مبنى الجامعة الألمانية الأردنية في منطقة المشجر في لواء نعور بحضور مسؤولين وأكاديميين من الجانبين. قطعت مسيرة التعليم العالي في الأردن أشواطا كبيرة، وحققت على المستويين الكمي والنوعي إنجازات متميزة جعلت من الأردن انموذجا يحتذى بين دول المنطقة. وتأتي الجامعة الألمانية الأردنية التي افتتحها جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم بحضور جلالة الملك راني عبد الله موقعها الدائم في المشجر قرب مادبة لتشكل نقلة نوعية في هذا الاتجاه ولتكمل مسيرة الأردن المتميزة في التعليم العالي. واستمعت جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك راني عبد الله من القائمين على الجامعة لشرح حول رؤية الجامعة في تشجيع البحث التطبيقي والتعليم بالتجربة بالتناغم مع احتياجات سوق العمل والصناعة في الأردن والمنطقة. وبين جموع طلبة الجامعة جال جلالتاهما في حرم الجامعة واطلعا على مختبر العلوم الذي يقدم برامج علمية نوعية لطلبة المدارس. وخلال حفل الافتتاح أكد رئيس الجامعة دكتور لبيب خضرة أن الجامعة استطاعت في فترة قصيرة أن ترسم معالم قصة نجاح كبيرة في مجال التعليم العالي الأردني وتقديم برامج جديدة بخطط دراسية تطبيقية مماثلة لخطط الجامعات الألمانية التطبيقية. إن عمر الجامعة الألمانية الأردنية لا يربو على 7 سنوات، فهي ما زالت في مراحل الإنشاء، وبالرغم من ذلك فقد استطاعت في فترة قصيرة أن ترسم معالم قصة نجاح كبيرة في مجال التعليم العالي الأردني لتكمل مسيرة الأردن المتميزة في التعليم العالي وتقدم برامج جديدة بخطط دراسية تطبيقية تتبع فيها نموذج الجامعات الألمانية التطبيقية، وتثبت أن باستطاعة الجامعات الأردنية الرسمية أن تتخطى حدود القوقعة الإقليمية وتبني لطلبتها جسرا عالميا وثقافيا، ويثبت طلبتها أنهم قادرون على تخطي حدود المكان والتواصل مع عالم مختلف ثقافيا وعلميا. وتأتي الجامعة تتويجا لعلاقات الصداقة المتميزة التي تربط الأردن وألمانيا الاتحادية في مجال نقل وتبادل المعرفة وتطوير التعاون في مجال التعليم العالي التطبيقي. جاءت الحاجة لتأسيس هذه الجامعة لتكون متفقة في أهدافها مع خططنا لتطوير التعليم العالي ونقله نقلة نوعية، بحيث لا تقتصر أهداف مؤسساته على مجرد منح الشهادات الجامعية، بل لا بد أن يصاحب ذلك إكساب الطلبة المهارات وتنمية قدراتهم التقنية وتمكينهم من تبادل المعرفة والانفتاح على المجتمعات الأخرى ثقافيا وعلميا. وتقوم الجامعة التي أنشئت بموجب مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية ووزارة التعليم والبحث الفيدرالية الألمانية على تهيئة البيئة الأنسب للدراسة الجامعية والبحث التطبيقي والتدريب العملي في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وإيجاد فرص عمل متميزة للطلبة من خلال شبكة تواصل مع رجال الأعمال والصناعيين والمهنيين والمختصين. The German Jordan University is a key. تعد الجامعة الأردنية الألمانية أساساً للجيل الشاب، حيث إننا نعلم بأنه ليس هناك أي عنصر آخر جوهري مثل التعليم والعلوم والبحوث. ثانياً، تلعب الجامعة دوراً رئيساً بالعلاقات الأردنية الألمانية وبين الشرق الأوسط وأوروبا. ما نقوله اليوم إننا على قناعة تامة أنه إذا كانت لدينا نظرة للمستقبل، فنحن نعلم بأن الشباب بحاجة للتعليم والفرص الجيدة في مجال العلوم والبحوث، ونحن نحاول القيام بذلك ونعمل في هذا الاتجاه منذ 8 سنوات. وفي الأردن وألمانيا يعمل قطاع الصناعة والعلوم معا، وهذا شيء مميز في هذه الجامعة، ولدينا تعاون وثيق مع هذين القطاعين، حيث تعنى هذه الجامعة بالتطوير التقني. وأنجزت الجامعة المرحلة الأولى من مبانيها بدعم مباشر من الحكومة الأردنية ومساهمة الحكومة الألمانية بالمقابل بدعم مالي من خلال اتفاقية لمبادلة الدين بين الحكومتين الأردنية والألمانية. وتستكمل الجامعة المرحلة الثانية من البناء خلال العامين القادمين ضمن اتفاقية جديدة لمبادلة الدين يتم بناء عليها إلغاء 16 مليون دينار من ديون المملكة لدى ألمانيا. وتضم الجامعة ما يقارب 3000 طالب تم اختيارهم سنويا بناء على أسس قبول خاصة،
واستطاعت أن ترسل حتى الآن أكثر من 1500 طالب في منح دراسية مختلفة إلى ألمانيا. بشار خرشاء، التلفزيون.